مرحبا مواليد برج الجوزاء، كيف بده يكون شهر سبتمبر؟ شهر أيلول سبتمبر هو شهر بالنسبة لكم شهر بيبدأ بطريقة يمكن تكون شوي متعبة، فيها اهتمامات شخصية على مستوى شخصي، على مستوى عائلي، يمكن تكون على مستوى صحي، فيها تكون أمور إيجابية طبعا، مش بالضرورة هذا الضرورة أبدا هذه الاهتمامات أو الانشغالات تكون سلبية، بالعكس تماما. يمكن عم تهتموا بالبيت، عم تنقلوا، عندكم قصة الأولاد، عندكم قصة الزواج، عندكم قصة العيلة، بيت جديد، تظبيط، ترميم، سفر، عودة، يعني فيها تكون الاهتمامات المتعبة فيها تكون إيجابية لأسباب إيجابية. في عنا الجزء الثاني، خليني أقول لكم هاي الفترة المتعبة هي انفرد مرة، هي من تاريخ 1 لتاريخ 22، لأنه الشمس بتكون موجودة في برج العذراء في البيت الرابع، وهون في عنا كوكبكم كوكب عطارد ببرج العذراء، فمعناتها في عنا عجقة عجقة كتير كتير كتير. كوكب عطارد هو برجكم، كوكبكم، عم بيدفعكم لحتى يكون في عندكم اهتمامات ونشاطات كتيرة فوق بعضها. بهذا الجزء في عنا قمر جديد في برج العذراء بتاريخ 15، الجمعة 15. هذا القمر الجديد عم بيركز الطاقات والأضواء على الأمور يلي هلأ ذكرتها. واضح أنه مواليد برج الجوزاء في عندكم شيء جديد عم بيخلق ببيتكم، عم بيخلق بحياتكم الخاصة، عندكم رغبة أنكم تغيروا، عندكم رغبة أنكم تطوروا، ورح بتكونوا مبسوطين بالنتيجة. يعني هيدا الاهتمام وهيدا التعب يلي رح تشعروا فيه، ويمكن يكون شوي قوي بالايام الاقل حظا، وهلا رح بذكرها، رح تلاقوا نتائج حلوه وفرح وانفراجات في الايام الاكثر حظا كل هيدا الشهر، لا سيما في الجزء الثاني. الجزء الثاني يبدا بتاريخ 23 حتى اخر الشهر، الشمس موجوده برج الميزان، عندنا كوكب المريخ كل الشهر موجود برج الميزان، عم بيعطيكم طاقات كثير كبيره، اصلا مهاراتكم، اصلا قدراتكم، اصلا نجاحكم راح بيصير رائع جدا. التعب اللي بتحطوه راح تاخده مقابله ضعفين او حتى ثلاث اضعاف بالجزء الثاني. الايام الاكثر حظا بالجزء الثاني ولا اروع من هيك. بتاريخ 29 في عنا قمر مكتمل في برج الحمل، بيت الأصدقاء، رح بتشوفوا أنه مدعومين 100%، المشاريع الأمور عم تشتغلوا عليها رح بتكون كتير حلوة، رح بتكون لصالحكم، ورح تفرحوا بشكل كتير كبير. مواليد برج الجوزاء، أنتم من الأشخاص يلي ما رح يكون في عندكم أي تأثيرات سلبية من أي كواكب معينة، فأنتم فينا نقول من الأبراج أنا بعتبرها الأكثر ارتياحاً، مرتاحين كتير على وضعكم، بس رجاء بعدوا عن الايام الاقل حظا وين ما كنتوا. خياراتكم خلوها تكون ذكيه، خليها تكون واضحه. عوده للشغل، عوده للحياه الناشطه، يمكن مدارس، يمكن بيت، يمكن رجع من فاكيشن بهذا الشهر، لكن بالنتيجه وان بدا الشهر متعب شوي، لكن نهايته رح بتكون مريحه جدا جدا، وهنالك مفاجات لكم على صعيد شخصي بشكل خاص. المواليد اللي بعتبرها محظوظة بهذا الشهر بشكل خاص هي مواليد شهر أيار مايو، لأنه في تأثيرات كتير حلوة لألكم من الشمس، وأيضا في عنا قوة ونشاط هائل من المريخ يلي بيعطي هالتأثيرات حلوة لمواليد أيار مايو 1 ل 13 حزيران يونيو. خلونا نشوف الأيام الأكثر حظا والأقل حظا، إذا غلطت رجاء حطوا لي نوت بالتعليقات. الأيام الأكثر حظا، التوقيت هو توقيت عالمي، بتزيدوا 3 ساعات بيطلع توقيت بيروت الصيفي. مثلا الأيام الأكثر حظا في عنا تاريخ 8، في عنا تاريخ 5 من الساعة 8:10 المساء توقيت العالمي، يعني 11 المساء توقيت بيروت، حتى تاريخ 8:05 صباحا. عندنا تاريخ حلو هو تاريخ 15 من الساعة 6 المساء حتى تاريخ 18 الساعة 5 صباحا. عندنا تاريخ حلو هو تاريخ 24 من الساعة 11:30 منتصف الليل العالمي حتى تاريخ 27:01 فجرا. بالنسبة للأيام الأقل حظا، تاريخ 1 من الصبح
حتى الساعة 1:30 توقيت عالمي بعد الظهر. عندنا تاريخ فارغ من الحظوظ، هو تاريخ 3 من الساعة 3 بعد الظهر حتى تاريخ 5 الساعة 8 المساء. عندنا تاريخ متعب، هو تاريخ 13 من الساعة 5:15 صباحا حتى تاريخ 15 الساعة 6 المساء. تاريخ متعب كونوا حذرين، تاريخ 20 من الساعة 2:10 بعد الظهر حتى تاريخ 22 الساعة 8:15. وعندنا أيضا تاريخ متعب هو 27 من الساعة 1 عند منتصف الليل يعني صباحا حتى 29 الساعة 1 صباحا. هذه كانت إذا التوقعات لشهر سبتمبر. بدي أتمنى لكم النجاح دايما والفرح دايما. تابعوني مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.